حبيت خمسة ونص؟ إيه. خبرني شو كنت عم تقلها؟ قلت لها إنه هي حبيتها أكثر واحد ونادين. حبك أكثر شيء هو ونادين؟ إيه قلت له نادين حلوة. حلوة. وأنت اسم الله عليك. كنت كثير مميزة. شكرا رائعة يعني كنت أستنى الحلقة على نار. نجمة اللبنانية يورا الحمادي موجودة اليوم بحفل توزيع جوائز بياف، بس بعدك عم تاخدي أصداء المسلسل خمسة ونص. كتير حلو، يعني حلو الواحد يعمل عمل وينجح والناس تقله هالشي، ما بيشبع يعني حتى لو كان بعده قريب أصلا رمضان. ايه طيب خلينا بعد ثلاث شهور منبلش نفكر إنه يي صار قديم. خبريني أول شي شو بتعني لك هيدا الأصداء؟ يعني انت شو بتحسي فيها انه عن جد كنت بتتوقعي هيدا النجاح؟ انه ليكي ما في واحد بفوت تيعمل عمل وما بيتوقع انه يلاقي صدى جيد، بس هلا الصدى يلي اخذه خمسة ونص، صدى كبير لانه بيستاهل، لانه كان مميز بصراحه يعني على عن كل الباقي المسلسلات كلهم حلوين، بس هو صورته وقصته وكل شيء يعني كان مميز. شو عم تحضري لنا شيء جديد؟ عندي مسرحية بآخر أيلول إن شاء الله هون بالمونو. و اسمها؟ بعد هي اسمها رسالة إلى آن فرانك. بتعرفي آن فرانك؟ صراحة لا. للأسف. شو بتعمل؟ جوجليها. رح جوجلها دغري بس خلص. إيه ضروري. وفي مسلسل بس قيد التحضير خلينا بنحكي فيه بعدين. مسلسل شو؟ بس شوي منقطع البياف وبعدين. لا لا هلا ما هلا وقتها. سر بنحكي سر بعدين، بكره بعد بكره على رواق جمعة الجاي. ما بدك تعلني هلا عنه. لا خلينا لانه كل شيء لازم ياخذ رهجته. هلا رهجة بياف جمعة الجاي او اللي بعدها بنعمل رهجة للمسلسل الجديد. رح تاخذي جايزة اليوم؟ نعم. جايزة شو؟ ايكون تبع العشر سنين، ما هن اخذين ايكون من كل سنه، انا وحده من هالسنين. شو بتعني لك الجائزه؟ ليكي انا بحب البياف لانه البياف بكرموا مسيره، بكرموا مجمل الاعمال، فهيدا شيء بيعني لي اكيد. انه اول مره اخذتها كانت بالسنه اللي اخذتها فيها، هلا بدي ارجع اتكرم لذات السنه اللي اخذتها فيها، بس على اساس انه مرقوا عشر سنين. كتير حلو، إن شاء الله بعد عشر سنين نرجع نتلاقى هون. يلبق ليك ودايما بالنجاح المستمر وكل التوفيق حبيبتي يا ميشا.